وبعدين يا شقلطة هتعمل ايه؟ البت تفاحة بتقول لي ان عم جابر اتحول لنعامة. البت تفاحة فيها حاجة غريبة، تقريبا كده اتحولت بس لسه مش قادر احدد نوع الحيوان اللي اتحولت ليه، بس مش باين عليها اي حاجة خالص. يمكن يكون حيوان نادر مش معروف قوي، عشان كده مش قادرين نحدد اعراضه، بس باين عليها ان حركتها بقت تقيلة زيادة عن اللزوم، وده معناه انها بقت حيوان تقيل او ضخم. بالظبط كده، تسلم دماغك يا زعبولة. طب ما فيش كلمتين حلوين بقى لزعبولتك؟ انا هتشل خلاص، انا عايزه انتحر بسببكم، وكده كده المعيز مش هيتحاسبوا انهم انتحروا. حرام عليك يا زعبولة، هو ده وقته يعني؟ انا قرد ومستحمل التهزيء رايح جاي، ومش عايز اقول العيال بيقولوا لي ايه في الشارع. انا عارف، بس بقى يا عم ما هو كله بسببك. خلاص خلاص انا هتصرف، وانت يا زعبولة تزعليش، هبقى اجيب لك ربع لانشون وانا طالع. تسلم لي يا قلب زعبولتك، بس بقى هاتوا بالزيتون. كيفك يا ست سهير؟ أنا جبت لك كل حاجة طلبتيها أهي. إيه السرعة دي يا عم جابر؟ أنت لحقت؟ ما كله من خير الأستاذ شقلط اللي حولني لنعامة. إيه ده؟ أنت مش زعلان إنك تحولت؟ لا، أزعل كيف؟ طب ده أنا حتى بقيت أخف كتير عن الأول. طب ما تستغل سرعتك بقى في حاجة مفيدة. ما أنا فعلاً قدمت على وظيفة ديليفري عند أبو مازن السوري، أوصل الطلبات للبيوت بالجري، وهقبض لي قرشين حلوين، وهبقى افتكركم بطبق فتة شاورما، ما تقلقيش. شاكك في حاجة معينة؟ أنا هعرض لك دلوقتي شوية صور لحيوانات مختلفة، وعند كل صورة تقولي لي إيه هو إحساسك. طب يلا اعرض، أنا جاهزة. عادي، مفيش أي مشاعر خالص. الله، فلافيلو. فلافيلو؟ ملقتش حاجة أصغر من كده؟ طب أنا هقعدك فين دلوقتي؟ Thank you.